شو عم بصير معك؟ أنا مبسوطة. هيك مبسوطة؟ ليه مبسوطة طيب؟ بحب شو بحب في العالم، بحب شوفهم عم يستفيدوا، بحس إنه يا عبري بحس إنه هذا الشيء أنا اكتشفته عن حالي إنه أنا جديد، إنه بحب إنه أعلم هيك أعطي أفيد. والله أنا مشان هيك دخلت نيوتريشن إنه قلت لحالي إنه دائما في شيء نحن بنختاره بعدين بنكتشف بعدين إنه نحن اخترنا هذا الشيء لأنه في شيء جواتنا بيحب هالشيء. انا قلت شيء كثير يا عمري انت يا عمري صار نزل ستوريات عندها عم تشرح للناس انه كيف يحبوا حالهم، كيف تعلموا يقولوا لا، وكيف يعني اشياء كثير. فكثير مبسوطه من رده فعل الناس انه قاعدين مبسوطين وقاعدين عم بيسمعوا لكلامه وقاعدين عم يعني عم بيحاولوا يستفيدوا او عم بيستفادوا بالموضوع. فكثير مبسوطه، كان نفسي تعمل هالشيء هي من زمان، بس بلشت في اليوم هيك لحالها فجأة لقيتها قاعدة قالت لي أنا يوم بدي بلش قبل آخر السنة. أوكي ليتس جو. تعالوا هلأ نحكي لكم الخفايا. استنى نورجيكم فيديو. أوكي عم نشوفه على التيك توك، تمام؟ شوفوا. أوكي سو في هاد عادي قد يعني شهر شهرين كله. شايفين النظرة؟ مش هادي المشاعر ابدا. هي يعني تضرب باخلصك. انا عم بحضر الفيديو عم اقول اوف نحن هالقد رومانسيين، بس هو بالواقع بيكون قال لي عم بستناكي سنتين العمر كله حبيبي. اوكي وانا تضرب ما اغلصك بيعملوها رومانسية. يعني انا يا الله يا الله استني استني كثير رومانسي الفيديو. عادي يعني شهر شهرين سنة سنتين عم بستناك يعني العمر كله تضرب ما اغلصك. انت عقيرة. راحت الرومانسية اللي عم بشكوها كلها. طب نحن هيك علاقتنا، علاقتنا مو رومانسية. لا رومانسية لا بالعكس. ليش هيك عم تفكري؟ ما بصير تفكري هيك، لازم تقولي انه اكيد رب العالمين كاتب لي الخير ولسه مو وقت المناسب اني اعمل هذا الشيء. اذا بتحاولي تضلي عم تفكري هيك مثلا كل ما يجي ببالك تعملي شيء او ما يمشي الحال معك عم تتعبي عليه عم كذا، رب العالمين بيكون ما بده اياك تتعبي اكثر من هيك، فبيسكر هذا الباب بوشك لانه مو وقته المناسب. بس اذا بتفكري هيك بترتاحي اكثر. اكيد هذا الشيء غلط، ما بيصير اصلا الاهل يقارنوا الولد بحدا تاني، بس اشتغلي على حالك بالاول، عرفي انه انت ما بتتقارني باي حدا تاني لانه ما في حدا مثلك. ومين ما اجى قال لك انه او مين ما اجى قارنك بحدا تاني، المهم انت شو عم تفكري بحالك وما تخلي هالكلام ياثر عليكي.